ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة عملت لكم فيديو كده نتكلم فيه مع بعض عن موضوع اسعار المكن اللي بدأت تزيد. وعايز اقول لكم احنا الاول بس بندي السلام لقناة انا ماما في المطبخ والاستاذة ام عمار. فكرة يا جماعة، دي مكانة ام عمار. بصوا يا جماعة، لا تعليق. عايز اقول لكم ان دي من اقرب الناس للقناة ومن التيم بتاعنا، فطبعا لازم هتاخد احلى حاجة. بصوا يا جماعة بقى، المكان اللي هو السنجر الاصلي برازيلي، مكان المنزلي اهو زي ما حضراتكم شايفين. طيب في حاجة تاني عايزين نقول لكم عليها، ان احنا طبعا كل الموديلات بتاعت المنزلي موجودة، جت مكنة تايجر شايفين يا جماعة، ده الاستعمال بتاع أبو سليمان. اللي بيقول لي أصل أنا بخاف من المستعمل، أقول له الكلام ده مش عند أبو سليمان. يعني هنجيب مكن، بصوا يا جماعة المكن عاملة ازاي، النقشة موجودة، النواكل مظبوطة، واحنا هو ده اليوزد بتاعنا يعني، عشان تبقوا عارفين. يعني مثلا انا دلوقتي المكنة السنجر اللي هناك دي هقرب لكم عليها، مكنة جديدة ما شاء الله عليها يعني. طبعا بصوا 701 جبنا منه كميات حوالي 40 مكنة برازر 701. ف انا النهاردة طالع عشان اقول لكم، والله والله العظيم يا جماعة، الأسعار الأيام الجاية فعلا. طبعا أنا مش محتاج إن أنا أعمل شو علشان حد يجي يشتري ولا الكلام ده، لأن إحنا الحمد لله محافظات كلها من بدري هم معايا وفي ظهري. يعني ناس الصعايدة دلوقتي اللي سامعيني هم عارفين قد إيه أنا بحبهم، الناس اللي في الأقاليم، الناس الفلاحين عارفين أنا قد إيه بحبهم. في ناس قالوا لي يا أبو سليمان أنت كأنك واحد من البيت عندنا، احنا بقينا كل يوم لازم نستناك. انا اتشهرت بالعشوائية، بالتصوير الحاجة من غير ترتيب، يعني لو في اي حاجة عادي مش متروقة بصور. مش بيشغلني يا جماعة الشكل قد ما بيشغلني ان انا اوصل المعلومة مظبوطة للناس، دي حاجة. الحاجة التانية، احنا النهاردة بنتكلم في 2023، احنا في شهر واحد. طيب خلي بالكو الايام الجايه المكن سعره هيزيد. طب المفاجاه ان عند ابو سليمان السعر ثابت. ازاي يعني السعر ثابت؟ ان احنا لازم نحترم الجمهور، جمهوريه ابو سليمان ليها كل الاحترام وكل التقدير. طبعا انتوا عارفين قد ايه انا يعني مبسوط جدا جدا بالوصول لقناتي، طبعا الوفاه الهائله. انا مش بحب دلوقتي اقول احنا وصلنا كام الف علشان بس ما نتحسدش، وجمهوريه ابو سليمان ما تتحسدش برضو، وبخاف عليكم جدا زي ما بخاف على نفسي وعلى القناه. فعايز اقول لكم حاجه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على خير، ما تقلقوش من حاجه، احنا مثبتين اسعار. انا حابب بس اسلم عليكم، وبتاسف لو انا لبسي مبهدل، لان انتوا عارفين ابو سليمان بيحب يشتغل بايده. معلم ايه، وحشتني جدا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الايام الجايه تركزوا معانا، عشان احنا هنشتغل على موضوع المكنه الاوفر ورمله المكنه الاوفر. عايز اقول لكم مكنه ام عمار دي 298 بقى، مش عشان ام عمار هتاخدها، لا، هي المكنه دي بالفعل مكنه قويه جدا. مفيش بقى خلاص 701 و298 برازيل، يعني احنا بنتكلم في ثلاث حاجات شهرة عالمية. انا حابب بس اسلم عليكم واقول لكم ان انتوا وحشيني جدا، وربنا يخليكم يا رب على التعليقات. وام فهد بسلم عليكي، وقريب قوي ان شاء الله هتستلمي المكنه. وام ممدوح ندعي لابنها ربنا يشفيه يا رب ويأمرها بالسلامه. طيب انا مش هطول عليكم في الفيديو ده، بس عايز اقول لكم ان احنا جالنا المكان المنزلي بكميات بفضل الله. يعني المكان نص كمبيوتر خلاص، الحمد لله قربنا. انا يعني بقى لي كتير قوي يا جماعة
الناس منتظرين مكن الجاك الاف 4 والاوفرات، كل حاجة بإذن الله قربت تيجي وإن شاء الله على خير. وعايز أقول لكم ما تنسوش لو أول مرة دلوقتي تتفرج على الفيديو بتاعي، متنساش طبعا تعمل لنا اشتراك، وإذا تكرمت تعمل لنا لايك وتفعيل الجرس. أهم حاجة في الموضوع ده يا جماعة إن جمهورية أبو سليمان أكبر جمهورية في مصر وأحسن ناس في الدنيا، وأنا شخصيا خلاص ما بقتش بعرف أغيب عنكم. وإن شاء الله بقى، معلش احنا آسفين، اللي هتمسك الكورسات الأيام الجاية يا جماعة عايز أقول لكم من يوم 10 شهر 2 هنبدأ الكورسات، وفي أستاذة إيناس هي بديلة لحد تاني يعني كان هيعمل الكورسات، بس يعني خلاص احنا قررنا أستاذة إيناس هي اللي هتعمل الكورسات وهي اللي هتعلم. عايز أقول لكم إن احنا بنعلم كل الفئات، يعني كورسات بنعلم كل الفئات. طبعا البنات بتوع الجامعه، المكان السيستر موجود، المكان السنجر موجود، المكان البرازر الفيتنامي، زائد طبعا ان بصوا يا جماعه المكنه دي اسمها سنتر مان، شايفين سنتر مان، بصوا يا جماعه مكنه تركي. زي ما بقول لكم كل الفئات احنا بنعلم كل الفئات. طيب حاجة تانية سريعة قبل ما نقفل الفيديو، انا هنزل دلوقتي اليافطة اهو حالا، بصوا كده يا جماعة دي اليافطة بتاعت المحل اللي واجهة من بره. المحل فيه حوالي 5 سلالم تطلع لفوق، يعني بتيجي عند اليافطة دي تبص في الوش المعرض ده علوي كده ب5 سلالم بس، يعني كام سلمة وتطلع المعرض عند ابو سليمان. لما توصل المعرض عندي اسأل عليا، يعني هو انت داخل المعرض قول عايز اقابل ابو سليمان شخصيا. طبعا ليه انا بقول كده؟ طبعا انا بيبقى موجود اخويا بابايا، بس الفكرة ان انا بحب اشوفكم، يعني ممكن ابقى في المخزن او في الفرع اللي هو ان شاء الله في مفاجأة هنعملها لكم قريب مش هينفع نعلن عنها. فعايز اقول لكم بقى ليه بقول لكم اسأل عن ابو سليمان، انا ببقى نفسي اشوف الناس اللي بتجيلي، ببقى عايز اسلم عليكم زي ما انتوا بتبقوا حابين تقولي. في ناس والله العظيم بيجوا فعلا وبيقولوا لي احنا مش عايزين مكان، بس احنا عندنا مكان بس جايين نسلم عليه. طبعا ده شرف ليا كبير جدا جدا، كل الناس اللي بتحبني يعلم ربنا انا بحبكم قد ايه، وبعمل عشانكم حاجات كتير قوي انتوا هتعرفوها بس مش دلوقتي، يعني لما نلاقي الاسعار فعلا بقت غاليه جدا تعرفوا قد ايه يا جماعه الواحد بيتعب عشان يسافر يجيب حالات زي اللي انتوا شايفينها دي. يعني بصوا المكنه 725 مكن برازيلي، بصوا يا جماعه المكن دي حالاته، هو ده شغل ابو سليمان. الناس بقى اللي متابعاني عارفه ان ده مش جديد عليهم، حاجات الكسر كسر الزيرو مش جديده عليهم. طيب هنرجع تاني نتكلم ونقول خلي بالكو الاسعار بتزيد بس عندنا ثابته، ما تنسوش يا جماعه انا قلت كذا مره اللي دلوقتي معاه مبلغ ومش مكمل حق المكنه ملوش دعوه ويجي وملوش دعوه بحاجه. ده مش كلام اعلانات، وفي ناس وحصل وناس وكاتبه في التعليقات تعالوا يا جماعه ملكوش دعوه بالفلوس، المهم انت من جمهوريه ابو سليمان لازم هتمشي بمكنه مبدئيا كده، اللي الفلوس مش مكملة معاه يكلمني على الواتس رقم 011-53-82-3046، ده الواتس. سامحوني لو انا مش برد على التعليقات اللي على القناة في اليوتيوب، برد على الواتس، وسامحوني لو بتأخر في رد على الواتس. عايز اكلمكم دلوقتي الساعة 12 الا ربع بالليل، كل الناس مشيت وانا اللي لسه مستني بس عشان اعمل لكم ريفيو متأخر عن بيتي وولادي جدا. شايفين بقى بتعب عشان قد ايه، ببقى نازل من الساعه 10 الصبح. بالمناسبه يا جماعه انسب وقت ليا لو حد عايز يجي لي المعرض من الساعه 2 لحد الساعه 9، قبل كده ساعات ببقى مش موجود، بعتذر جدا ان انا ببقى جاي متاخر، الناس اللي بتيجي من السفر حقكم عليا لو انتوا جيتوا ما لقيتونيش، برضو اشتريته وكان شرف لينا عظيم ان انتوا نورتونا. استنونا بقى بقيه الفلوكات الجايه دي ان شاء الله، في حاجات كده هتبقى مطرقعه نعملها، وإناس هتنورني وهنبدأ كورسات مع الناس، بس هنعلن عنها لكن مش هنعمل كورسات على اليوتيوب.
عشان ما ندفعش بقى جامد يا جماعة. لأن عايز أقول لكم إن أنا بشكر برضو اليوتيوب من خلال قناتي، وشكرا جدا على الدعم، وشكرا على كل الناس اللي بتبعت لي رسائل على الجيميل من شركاء اليوتيوب. بالمناسبة يا جماعة، أنا أبو سليمان، ماكينات خياطة أبو سليمان، أصبحت أحد شركاء اليوتيوب. دي رسالة جات لي في الجيميل، وبيجي لي حاجات جميلة جدا إن أنا قناتي في العالي، وإن إحنا مؤهلين لكل حاجة، ويعني في ميزات جديدة وإعلانات. الحمد لله قناتنا متفعلة. إحنا مش بنستنى الأرباح اليوتيوب، إحنا بنستنى جمهورية أبو سليمان. هستناكوا تنوروني في 14 رواية خلف صدناوي. ما تنسوش يا جماعة، اللي الفلوس مش مكملة كلمني على الواتس وما يشغلش نفسه. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ومستنيكوا تنوروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.